its choice and impose democracy. It was a great historical moment. It was a Moroccan solidarity to achieve change attitudes, to achieve a change, separation of powers, and independent justice, individual and political freedoms, and to fight our corrupt government. We are opposed to an absolute monarchy by given rights. Dus ze zegt eigenlijk van we willen geen monarchie hebben, maar van de koning zichzelf. Non, en 20 février, on a un peu de mal, donc كل نهار عندي مشاكل مع الاوتوريتي مع البوليس دونك في ما كنت كيكون البوليس كيكون تابعينا في الزنقة في الشارع ولا مشيت شي ريستورون شي بلاصة كيكونوا هنا صاروا لي بزاف ديال المشاكل انا زعما مرا حرة كنخرج بزاف في المغرب كنخرج بالليل عادي مع اصدقاء كنمشي نتعشى عندهم شي ريستورون شي لوبيرال اذا كيكون البوليس كيتسناوني اما قدام البار اما قدام الدار وكيسولوني فين كنت فين غادا اش كندير و تيطرا ليا مشاكل بزاف حيت تنقول لهم زعما ما ندير هو دخل الدار خارجة المهم وكيقول لي لا بغينا نعرفو خاصك تجاوبينا كنقول ما غنجاوب زعما ما دايره حتى حاجة كيقول لك لا فين لاكارت ناسيونال كنقول ما درتو ما نعطيكش لاكارت كنصدقو في مشاكل كيسيفطو ليا ستافات اكسيتيرا وفي راس العام ديال 2011 2012 طرا لي عاوتاني مشكل جي تي اغريسي زنقة ومع واحد البنت صديقه ما كنعرفهاش مزيان المهم طرنا مشكل كنا خارجين واحد الحفله حيت راس العام وزعما من يلا مشينا عند البوليس دغيا ما 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 سولونا كاع شنو واقع دغيا المهم انا دغيا ضربوني قال لي دابا دخلي اش كديري هنا واش كديري في الزنقه في هذه الساعه قلت بغيت عندي شي شكايه قال لي ما كاين لا شكايه لا والو انت مره بعدا اصلا ما عندكش اش تخرجي المره كتبقى في الدار وبقاو عليا بالمعيور والسبان والتصفيق ومن بعد قالوا لي المهم نتوما انت راه كنعرفوك وكتهضري بزاف وعارفك من حركه 20 فبراير اش كديري غادي تكلفوا بك مزيان وهادي وهذا واصلا بعدا انت خارجه وشاربه يعني ما غادي تباتي هنايا وصافي دوك دوز الليله كامله البطن من هاد المشاكل كيطراو بزاف ونقدر نعاود كتسمعني لانه كتناسق في المطالب مع اللي قلنا الان دونك نفضل هذاك الوليد وضع واحد السؤال قبيل my question is why the police have put them in jail is it because they have just like demonstrating peaceful demonstrating and they have put them in jail for that or do they damage some public houses public cars or something like that or is that the main thing why they are putting in jail دونك فهمت السؤال ديالك نو الناس اللي دابا هاد المناضلين اللي دابا في الحبس فريمون في الحبس على ود الافكار ديالهم على ود النضال ديالهم ومني كيخرجوا المظاهرات وراك عارفين لو كان لو بلو ميدياتيزي هو ديال معاذ الحق معاذ بالغواز هو في الحبس على ود لي شونسون ديالو على ود داكشي اللي كيقول ضد الملكيه ضد البوليس المقمع ديال البوليس اتسيتيرا ومن بعد ماشي غير هو دونك كاين بزاف المناضلين دونك شنو كيوقع دابا في المغرب كيلقاو حاجه اخرى باش يديو هاد لا بيرسون للحبس دونك غادي يلقاو كاين شي حاجه المخدرات اما شي مدابزه اما المهم كيلقاو شي حاجه اخرى ماشي على ود اكزاكتومون النضال ديال هاد لا بيرسون غادي نزيد واحد الحاجه هو انه كيف ما سبق لي قلت هو انه المخزن كيستعمل دائما هذه الطرق التقليديه هو التطبيق ديال تهم المناضلين لانه هذوك النشطاء اللي كيديروا شويه ديال البلبله في الشارع وكيكونوا كيتحركوا كيديروا التعبئه اكسيتيرا كيشكلوا
واحد المشكل بالنسبه للمخزن. يعني المخزن هذيك الساعه اش كيولي كيدير؟ كيولي كيقلب على هذاك المسار باش يحبس هذوك النشطاء. وهذا وقع بزاف ديال الرفاق ديالنا اللي كانوا معنا واللي كانوا كينظروا معنا، اللي بزاف منهم سوا داروا ليهم الحشيش، بقوا ليهم توهم ديال الحشيش لانه كيتاجروا في الحشيش. واحد اخرين بالنسبه لها ديال الحقد، لانه الحقد راه كما قالت بنا لافير ديالو تعرفات بزاف، لان تميداتيزات بزاف، لانه تعاود تحاكم مره اخرى المره الثانيه، لانه دارت واحد لا فيديو بالاغنيه ديالو فيها تصور ديال كاريكاتوري على البوليس براس حمار اكسيتيرا. دونك غير الا جيتي لوجيكمون تفكر علاش تهموا هذا الشخص، هذا تهموه لانه كيغني في هذيك الاغنيه ديالو، كاينه في هذاك الفيديو. هذاك الفيديو اي واحد يمكن يشد صوره ديال البوليسي ويدير فيها هذه ويحطها في يوتيوب ويدير صوره ديال شي مغني معروف. دابا هما باغي الخدمه في الحقد، داروا التصويره، داروا خدموا واحد التصويره اكسيتيرا، داروا الفيديو، داروا التصوص ديالو. دونك شدوه لانه ديجا كان عنده واحد لوكازي مشاكل مع المخزن. زادوا خرج عاوتاني، خرج اكثر بهذيك الشعله ديال خرجت عاوتاني مشعوله اكثر. دونك قالوا اجي نسكتوا دخينا جا نبقوا له. دونك هاد الاساليب هادو ولات معروفه، ولات معروفه غير باش نقول انا ملي شدوني داروا لي السكر العلاني. دونك فوالا، دونك هاد المسائل هادو ولاو كيشدوش عليه هنا في الوطن. هاد المسائل هادو ولاو ولا المخزن ولا كيحط على هادوك النشطاء اللي في قلب حركه جعفر، اللي كنسميهم هادوك اللي هما اللي كيتحركوا بزاف، هما اللي كيخرجوا يديروا التعبئه، اللي كيكونوا ديما كيهزوا الشعارات اكسيتيرا. هادو ولاو كيحطوا عليهم دائما، لانه بيان سور بالنسبه لهم هادوك هما هذاك لا سورس ديال التعبئه، لا سورس ديال الاشاره للحركه اكسيتيرا. دونك ولاو كيحطوا عليهم بيان سور باش يوقفوا الديناميه ديال الحركه. دونك وي نشوفوا لي شنو دخ انت فكرت سالي غير عند المناضل، ما كتوصلش غير عند المناضل، ولكن ولات كتفوت، يعني كتوصل للعائله ديالو، كتوصل للعمل ديالو، كتوصل للمجال ديال الدراسه ديالو. يعني ولاو كيحاولوا يديروا كما نابيل هذاك يتمت لو الباتمون دوليرو. يعني ولاو فيما كنتي وفيما كنتي كيديروا لك شي حاجه باش يحبسوك. نعطي مثال اخر، راه غير البارح ولا مور البارح كان واحد المناضل كان ومعتقل في سلاف، في السجن ديال سلاف، كان بالمناسبه ديال الميلاد ديال الحركه 20 فبراير، كان خرج واحد الفيديو ديالو من فوسط نقل السجن، وكانت خرجات وتبارطاجات في لي ريزو سوسيو اكسيتيرا. دونك موراها غبروه، الان راه تغبر، ما بقاش في ذاك الحيط، بداو في ذاك الحبس، بداو وي تخيبوا لابسي، بداو لجهه اخرى باش تعرفوا لانه تالمو ما خرج ليهم من السجن كيغبروه. دونك هاد المسائل هادو ولات زعما معروفه في قلب الحركه وفي قلب الشارع. وهاد اي احتجاج كنخرجوا ليه كنكونوا عارفين انه راه مرافقيننا بلي كاميرا، بتصاور، عاد بلي زانتيميداسيون اكسيتيرا. مساله اخرى هو ان الاعلام مالوغوزمون حتى هو عنده واحد الدور كبير بالنسبه لما يقع الان. الاعلام كاين اعلام اللي هو كما كنقولوا بالتليكوموند، فار اكزومبل نقولوا احتجاج كانوا فيه نورمالمون غتكون فيه خارجين مئات الالاف، راه غادي تشوف في لي زارتيكل خارجين 800 اكسيتيرا. دونك حتى الاعلام من هذه الناحيه هذه كتشوف بان راه الاعلام عنده واحد الدور كبير في هذه المساله. و يعني الان اللي كيقول بان راه كاين واحد الاعلام مستقل، انا كنقول الاعلام المستقل راه مازال ما تحققش في المغرب، لانه الاعلام كسلطه رابعه كما كنقولوا راه مازال ما تفصلش على ديك السلطات الاخرين، ومازال ما تفصلش على المخزن، ومازال ما تفصلش على القصر واكسيتيرا. دونك هاد المسائل هادو عندها علاقه كبيره بالصوره ديال الحركه في قلب المغرب وخارج المغرب.
Je ne peux pas comparer l'Égypte et la Tunisie mal marée. Pour moi, il n'y a vraiment pas de comparaison. Mais c'est une exception marocaine, pas du tout. Mais c'est parce que, effectivement, ben, là, déjà, mais on n'est pas d'accord. Mais c'est la plateforme. Donc, déjà, il y a la différence. La différence qu'il y a dans la monarchie. Donc, l'importance du Melek qu'il y a dans le Maghreb. Donc, déjà, dans la comparaison, j'ai été nichouille à un peu. Pas très adéquate. Ok, voilà. Ah, vous pouvez expliciter. Là, il y a. من ناحية عندك الحق، من ناحية أخرى تنشوفوا تقريبا نفس التطور في مصر شدوها الإخوة المسلمين في تونس يعني النهضة البي جي دي يعني ما دارت حتى شي حاجة كانت ضد كاع اسمه الحركة ديال 20 فبراير صدقت يعني طلعت على ولكن شكون اللي دار البي جي دي النظام النظام هو اللي مكون البي جي دي عرفت النظام مكون كل شيء يعني معلوم معلوم غير باش تشوف يعني بان بين زعما كما تنقولوا بالدارجه واش السكران واحد يحوجك ولا غير غادي يعني لا ما يعني واش غادي ولكن عارف مع من غادي ولا مفتوح على الجميع وفي العكس يعني في الاخر ما ربنا ياخذ شي واحد اخر اللي هو ضد كاع الحقوق يعني العميقه ديال التطور الإنساني الحقيقي في أي مجتمع. يا متعند بورد داريز ماروكان سبيك بورد يزاك تاسي درونك يا ما خفل درونك زين ما باسو أوبي سبولة دس إز دي بيفيخن إيخليك بل درونك ما فل باسند أوب دي سبولة met name om de uiteindelijke rechten van de vrouw en andere zaken. Of we zien wel straks, als we maar nu een beetje... نحاول نجاوب على السؤال. كاين مشكل. الحركه بيان سور كتبقى مفتوحه للجميع ولكن ملي كنرجعوا للاول ديالها الحركه كانوا داخلين فيها بزاف بالنسبه لي في الاول النهار اللي النهار ديال 20 فبراير كنا انا كنت خايف العديد من الرفاق كانوا خايفين ما عارفين شنو غادي يطرا ما عارفين شكون اللي جاي اكسيتيرا من بعد هذاك النهار عشنا واحد اللحظات اللي يعني عمرنا ما نساوها ولكن من بعد شنو طرا ولينا كنسمعوا في مناطق اخرى نط الصداع نط التهراس اكسيتيرا ولاو اكثر كيقول لكم انتم 20 فبراير وليتوا كتهرسوا اكثر هذا السؤال هذا بغيت نربطه بالسؤال اللي قبل منه انه ماشي اي حاجه طرات راه باسم 20 فبراير هذا واحد المشكل اللي كان وقع فيه لان التلاميذ كانت لعبه فيه الدور ديالها هذه المساله هذه كتفكرني ايضا بواحد الشخص اللي راكم كاملين تعرفوا اسامه الخليفي اللي كان في الاول كان تما مع 20 فبراير اكسيتيرا ومن بعد خرج هضره اخرى لعب واحد الدور حتى هو مشى دابا للبام اكسيتيرا دونك ولا كيقول لك اسامه 20 فبراير 20 فبراير انتما بعد ما نديروا بكم اكسيتيرا ولا اي حاجه كيلبقوها ولا كتلصق في اسم 20 فبراير لا 20 فبراير راه كانوا داخلين فيها راه هي واحد الكوكتيل بالنسبه لي الكوكتيل اللي داخل فيه بزاف ديال المكونات بزاف ديال المجموعات بزاف ديال الاحزاب بزاف ديال الجهات اللي دخلوا فيها بزاف اللي ركبوا عليها بزاف اللي استفدوا منها باش يوصلوا داكشي اللي بغاو وبزاف اوسي اللي مازال كيامنوا بالمطالب ديالها واللي مازال كيخرجوا يوميا يعني ياسر ماشي يوميا اللي كيخرجوا لجميع الاحتجاجات اللي كتقوم بها الحركه وهذا لا يعني انه اي حاجه خرجات هذوك كاينين دي غروبسكول كنسميوهم كيخرجوا كيناضلوا ولكن هما اللي ايضا في 20 فبراير ولكن كيديروا حاجه اخرى اللي ما كيكونوش متفقين بها في قلب 20 فبراير واللي كتشكل واحد اللي كتشكل انشقاقات في وسط 20 فبراير هذه المسائل هذه وقعت فيها بزاف ديال المرات مع العدل الاحسان مع بزاف مع العدل الاحسان ديال سوريا العدل الاحسان عندهم كان عندهم واحد التاثير كبير على ضعف الحركه من اللي خرجوا كان واحد لو شوك صراحه لانه كانوا ديال سوريا بهذاك الحجم ديالهم
كانوا استغلوا الحركه. بالنسبه لي انا كانوا استغلوا الحركه اللي توصلوا لهذاك البيوس ديالهم من بعد تخلاو عليها. اشنو السبب اللي خرجوا حسب التقييم ديالكم؟ انا شخصيا انا كنتفكر بعض الرفاق اللي كانوا كينظروا بعدا في وسط الحركه اللي هما من العدل الاحسان وكنا كيخرجوا معنا يوميا كيقول لك يا رفيق مازلنا على الطريق. واحد النهار خرج قال لك صافي داك الرفيق مشى وطرقا تفرقوا دونك باعوا الماتش. الحركه شكلت واحد الدره كبير في وسط الحركه. ومن بعد لانهم ما خرجوا لا باين في الاول ما كانوش جلسوا معنا وقالوا لنا بانه غادي يصحي راه غادي يمشيو بحالهم. لا خرجوا حتى من بعد باين بانهم راه غادي ينسحبوا من الحركه نظرا لمشاهد هذا راه كنت تشوفوا الباين اللي كنظنوا انا شخصيا لانه كانت العلاقه ديال الانتخاب البي جي دي ملي طلعوا البي جي دي موراها تحيدت انسحبت انسحب العدو الاحسان. هذا راه كاين هذا نقاش اخر. واللي مشينا للتاريخ نشوفوا التاريخ ديال العدو الاحسان والبي جي دي اكسيتيرا غادي نشوفوا علاش كانوا مع الحركه وعلاش انسحبوا. اللي ما كاين العدو الاحسان انسحب من بعد قبل الانتخابات من بعد المصطلح غير او الناس كترجع على برا. القضية الثانية فيما يخص المسألة ديال العدو الإحسان مع البي جي دي وهذه الملاحظة كنشوفها حتى في مصر مثلا من الإخوان المسلمين طلعوا ربحوا الجماعات النور في حال اللي اختار من العدو الإحسان كان واحد المساندة ديال بأنه وراه أخواننا في الإسلام خنا نضمنوا معهم ولو عندنا تناقض. أنا كدار لي بالنسبة للمغرب كدار لي كان كيمكن العدل والإحسان إعطاء فرصة للعدالة والتنمية انطلاقا من التقارب اللي عندنا والعدو المشترك اللي عندنا. إذا واخا ما تكونش محسوب أو ما كانش معروف ولكن عمليا هذا الواقع فعلا في الحركة كل واحد تما كفرد ولكن راه الناس كتسوق على برا عندهم إطارات ديالهم وعندهم استراتيجيتهم وعندهم البرنامج ديالهم. اللي السؤال هو بالنسبة للنقاش الداخلي في حركة 20 فبراير واش هاد النتائج اثرت سلبيا على الديناميكيه ديال الحركه سواء انسحاب ديال المجموعات العدل والاحسان وكذلك النتائج اللي وقعت في البلدان الاخرى او كاين محاولات ديال التقدم من اجل التغيير. السؤال ديالك انعكاسات اللي طراو كيتجلاو في الخطوه الاولى هي ديال الدستور استفتاء الدستور واحد يوليوز كان عنده انعكاس بيان سور لانه كتشوفوا لي شيفر ديال لي فوت على الدستور اللي هو كيقول بان الدستور ديمقراطي وتغيير كبير اكسيتيرا اللي صوتوا عليه شحال ما عرفتش 92 اكسيتيرا. دونك ملي كتشوفوا هاد المسائل هادو بيان سور وقع واحد بيان سور الحركه كانت طالبات كانت قطعات الدستور. الخطوة الثانية اللي تقامت بشكلات انعكاس أيضا على الحركة وهو الحكومة الجديدة ديال البي جي دي. الحكومة أيضا كان عندها نطع البي جي دي وقع هي كان عندها انعكاس كبير على الحركة لأنه من بعد المواطنين مابقاوش كيخرجوا. علاش؟ لأنه كيقول لك ملي كنمشيو للتعبئة المواطنين باش يخرجوا الاحتجاجات اللي كنقوموا بها بشكل اسبوعي كيقول لك حكا راه خاصنا نتسناو النتائج ديال هذه الحكومه هذه نشوفوا واش يديروا. داز الشهر الاول داز الشهر الثاني داز الشهر الثالث كنلاحظوا بان ما بقاوش الناس كيخرجوا كما شحال هذه لانه كيتسناو هذه الحكومه شنو غادي تقول شنو غادي دير. داز العام الاول هما مازال كيتسناو واللي ولينا كنشوفوا بانه الناس عاد الناس كتفرق كيقول لك احكا راه زادوا علينا وداروا لينا راه خاصنا عاوتاني نبداو نخرجوا. دونك ولاو الناس كيخرجوا في المناطق دونك هذا هو الانعكاس اللي بالنسبه ليا اللي تشكل الحركه. هذه الخطوه ديال الدستور الخطوه ديال تصدر
حزب العدالة والتنمية في الحكومة كان عنده انعكاس صراحة كان عنده انعكاس الدينامية ديال الحركة، ولكن هذا لا يعني أن الحركة بأنها رهمت. الحركة كتبقى دائما الدينامية ديالها كتبقى دائما مستمرة، والاحتجاجات كتبقى كذلك مستمرة في قلب الشارع. غير هو كيف كنقولوا راه ماشي المهم هو داك لا كونتيتي، راه الكاليتي راه هي اللي هي اللي هي اللي خاص. كنتفكر انه كنا قمنا بواحد تقييم على غير العام اللي فات في نفس النهار كان دار تقييم بالنسبه للمسار ديال الحركه، وكنا عاوتاني دخلنا في هذا النقاش. نقاشات صراحة ملي كتشوف داك النقاش كتقول ناقص من هاد، صراحة أنا كنقولها وما عنديش إشكال فيها. بزاف ديال الحوايج اللي كتقول ما باقيش أنا كاع نجي لهاد النقاشات هادو، حيت دايما النقاشات صراحة ما كدير والو، ما كدير والو. ماشي نقولوا ها شنو طرا وها شنو طرا، أجي ونيفيت هاد الشيء واجي نقولوا راه ها شنو ارتكبنا وها شنو ارتكبنا كأخطاء، واليوم غادي نخرجوا ونقولوا ها شنو كاين وشنو كاين. لا، النقاشات كتبقى نقاشات بصراحة ما كاين لاش تقال، وكتولي داك الشيء معنكش وداك الشيء كيطول وداك الشيء كيطول. دونك لا غير نزلوا واحد الحد. هادو كانوا ايضا من المشاكل اللي كانوا كيطيحوا فيها النشطاء، واللي كانوا من اجلها كانوا اللي انسحبوا، كانوا اللي ما بقاوش كيخرجوا واخا هما مازال امنين. كيقول لك حقا تنتوافقوا بعدا على شنو خارجين. الطرق اللي كنا كنعبئوا بها، الطرق اللي كنا كنجتمعوا بها اكسيتيرا، كانوا بزاف ديال المسائل اللي وقعوا فيها اخطاء اللي كان عندهم يسر هذاك الصدد باش الحركه تضعف. انا مسلم ولا حرامي ولا شفار ولا قتال، ولكن ماشي البوليس هو اللي غادي يجي يبين لي باننا غادي نمشي للجنه ولا غادي نمشي لجهنم. ماشي شغله هذاك الدين، يعني بيني وبين الله ياك. فهاد القضيه مزيانه لان البوليس يمكن هو ضارب بسكره وجاي شادني انا لحقاش انا ضارب رمضان، فهمتي؟ هو راه سكران وقيله وشادني انا، يعني كمثال ياك. فهم قلت انا مزيان تذكروا في هذه النقطه ديالك مهمه بزاف اللي الناس عرفوا. يعني الدوله احتالين باغي نعطيوها حنا الامكانيات باش تمشي وتشدك، وتشدك حتى في بيت الماء الى جينا هذه القضيه. ماشي شغلها استراتيجيه بالنسبه للحركه. لا شعار، هادو الاخوان والاخوات ديال مالي هما اللي حادين هذا الشعار، غير حتى من الكيفيه اللي طارحينها فيها نقاش. لان كمبدا يعني احنا الحمد لله خوت وخواتات نتذكروا بعضياتنا كما ينبغي. لان انا ما متفقش معك نقدر نقضي عليك، انا ما متفقش معك سياسيا نقدر نقول لهم هذا راه تيسب الله تبارك وتعالى وشدوه، فهمتي؟ البوليس ماشي شغله، انت شغلك ما بينك وبين الله، واش تشرب ولا ما تشربش ولا تسكر ولا تصلي، ما داخلش لك انا فيه. نهار غتمشي للجنه ولا جهنم ما غاديش تديني معاك ياك. انا كلي هاد المسؤوليه ديالي اسمح لي نعطي مثال وديال مالي، واش من ناحيه ديال الكيفيه ماشي المبدا، الكيفيه واش كاين شي شويه ديال بروفوكاسيون الى اخره، ولا بعد مبادرات اللي داخل المجتمع المغربي يمكن يكونوا قوات يعني ضدك بلا ما تكون معك. انا قلت حسب النظره ديالي بكل تواضع افيك توت موديستي، بان قلت انا مزيان الا كان بغي حتى هذه القضيه باغي نغيروها، وهي تكون يعني شي نقاش وشي كيفيه اللي الاخوان الاخرين اللي مديني الى اخره يمشيو معك. في القران تيقول لك يعني لكم دينكم ولي ديني، لا اكراه في الدين ولا اكراه في الدين. فاذا ماشي شغلك انت مخزني تجي تقول لي انا واش خصني ندير لي، دخل سوق راسك مع في الامور الدينيه، في الامور ديال الدوله هذاك شكل اخر. لا
يا بزاف راه ديجا تكلمنا على المسار التقييم ديال المسار ديال الحركه. اللي بغينا نضيفو هو انه راه الحركه وصلت لواحد ليطا ديال ولات كتلعب الدور ديال المعارضه الحقيقيه في وسط المجتمع المغربي. يعني ولات كدير كترومب راس داك الدور ديال المعارضه اللي كاينه في البرلمان، ولات هي كدير الدور ديالها ديال المعارضه في وسط الشارع وكطلب المسائل اللي ما كيقدروش يطالبوا بها لي زيليت اللي كاينين في المغرب. اللي بغينا نوضح مساله اخرى هو ان حركه 20 فبراير راه هي هنا، حركه ديال مالي راه هي كاينه هنا، حركه ديال مالي كانت دارت قبل ما تكون حركه 20 فبراير، هذه اللي بغينا نوضحها. وكاينه مساله واحده هي الديمقراطيه ما كاينش بزاف ديال الديمقراطيات، كاينه ديمقراطيه واحده كتبنى بزاف ديال المسائل، كتبنى حقوق الانسان، كتبنى حقوق المراه، كتبنى الحريات الفرديه. المساله اللي هضرت عليها ديال مساله رمضان، مساله الافطار العالمي وكذا، لافير ديال رمضان كنظن الجميع راه كنطالع عليها وكنعرف شنو طرا اكسيترا. اللي بغينا نوضح هو انه واش كتعرفوا هذاك الارتيكل ديال 222 اللي كيضرب اللي كيسجن اي واحد قام بالافطار العلني في بلان بوبليك في الزنقه بمده 6 شهور ديال السجن وغرامه ماليه. وهاد الارتيكل هذا اللي كان دار في الايام ديال الفوتوغراف اللي كان استعمار دار من طرف اليوطي، هاد الارتيكل هذا حنا خرجنا باش نقولوا بان حنا هاد الارتيكل هذا ما بغيناش يتبدل. هاد الارتيكل هذا ما خاصوش يكون اصلا، لانه ملي كانت اذا جينا نطالبوا حنا بالديمقراطيه ما يمكنش واحد يكون تقدمي ولا يكون حداثي، ولكن ملي كتدخل معاه في لي ديتا كيقول لك هادشي راه ماشي ديالنا، هادشي ماشي مزيان. هذا هو التناقض بالنسبه لي انا بالنسبه لي هذا هو التناقض ملي كاملين كنطالبوا بالديمقراطيه وكاملين كنطالبوا بالحريه وكنطالبوا بالكرامه وكنطالبوا بالعداله الاجتماعيه، ملي كنجيو نناقشوا باغ اكزومبل في هاد المسائل ديال رمضان ولا فيما هو حريه ذاتيه حريه فرديه، كتقول لي كيقولوا لي لا حكا راه كاين راه المجتمع متدين، المغرب راه بلد اسلامي اكسيتيرا. هذا كاين فرق. المساله ديال رمضان هو انه راه كاين واحد الارتيكل اللي خرجنا ضده واللي خرجنا بنا اللي خرجنا باش نقولوا راه الديمقراطيه ساركوزي ماشي الديمقراطيه. اذا من الناحيه المبدئيه من ناحيه كفلسفه يا ديمقراطيه، ولكن فاش نجيو للواقع كاين تجليات اخرى. اذا فاش كتجي انت كمجتمع الان الى درنا انتخابات في المغرب قلنا ان الثابت ديال الدين نسقسيو 37